بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع واقي الشمس وازاي نستخدم واقي الشمس، بس ياريت تدعمنا بالسبسكرايب واللايك والشير. خلينا في الأول كده بنتفق على حاجة مهمة، ان واقي الشمس بيكون للكبار وللأطفال، يعني ما ينفعش ان انا استخدم بتاع الكبار للاطفال ولا ينفع يستخدم بتاع الاطفال للكبار. يعني ما ينفعش سيادتك تروح تجيبي واقي شمس واحد للعيلة كلها وتستخدميها، لا، في انواع مخصوصة للاطفال وفي انواع مخصوصة للكبار. السؤال اللي بيلح الجميع، ازاي استخدم واقي الشمس؟ اقولك المفروض ان استخدام واقي الشمس هي للمناطق اللي بتتعرض للشمس ايا كانت المناطق، قبل الخروج من البيت لمدة 20 دقيقة. يعني قبل ما اخرج من البيت لمدة 20 دقيقة بحط واقي الشمس. طب ليه؟ قال لي علشان انه يمتص وعلشان ان هو يبدأ يعطي التأثير بتاعه. طيب لو انا رايح البحر او البول او اي شيء، رايح اصيف، هل احط واقي الشمس هناك ولا احطه فين؟ اقول لك لا، حضرتك برضو بتحطه قبل ما تخرج من البيت او قبل ما تروح على البحر او البول ب20 دقيقة. برضو ما ينفعش احطه تحت الشمسية وانزل على البحر واقعد العب على الشط واقول ايه، واقول ان انا بتعرض للشمس وانا حاطط واقي الشمس. ده خطأ شائع جدا. لذلك في بعض الناس بتقول لك واقي الشمس ده مش فعال. عرفت بقى المشكلة فين؟ المشكلة في طريقة الاستخدام مش في واقي الشمس. نقطة تانية حابب أوضحها لحضراتكم، إن واقي الشمس لابد من تجديده. يعني إيه تجديده؟ يعني لابد إن هو واقي الشمس بيشتغل ساعتين فقط، وبعد الساعتين لابد إن أنا أحطه مرة تانية. طيب لو أنا سيدة بشتغل أو أنا واحدة براحة بشتغل، إزاي إن أنا أجدده؟ طب ما أنا كده هل ههد الحاجات المكياج اللي أنا حطها كلها؟ هقولك لا، ممكن بتجيبي معاكي في الشنطة بتاعتك واقي شمس سبراي، تبدأي تحطيه على البشرة بتاعتك، تسيبيه لمدة 5 دقايق بيمتص وكأنك جددتي واقي الشمس عادي جدا. طيب بالنسبة للبحر برضو، هل بجدده كل ساعتين؟ أقولك لا، ده أنت بتجدده كل 40 دقيقة، وخصوصا إننا ببقى متعرض لشمس ومية أكتر. يا دكتور ده أنا بستخدم واقي شمس ووتر ريزيستنت، أقول لك والله لو هو مكتوب عليه إيه، المشكلة مش في ووتر ريزيستنت أو مش ووتر ريزيستنت، لا، أنت لازم تجدده كل 40 دقيقة بالظبط. طب أجدده إزاي؟ بقدر إن أنا أدخل أي الحمام أو بدخل أي حتة ما فيها الشمس، أبدأ أحطه أسيبه 10 دقايق يمتص وأبدأ أمارس حياتي عادي جدا. طيب إيه هي الطريقة بقى اللي بحط بيها واقي الشمس؟ قال لي بغسل الوش كويس جدا، ببدأ أنشفه كويس وأحط الكريم على الصوابع الاتنين وأبدأ أدهنه على الوش كاملا، أسيبه لغاية ما يمتص، وبكده يبقى أنا حطيت واقي الشمس بطريقة صحيحة. شكرا لكم، واستنوني في فيديو جديد نتكلم فيه عن أنواع واقيات الشمس وعلاج الحروق وإزاي تختاري أحسن واقي شمس يناسبك. ما تنسوش السبسكرايب واللايك. شكرا لكم وسلام عليكم.